اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. والنهارده الفقرات مميزه جدا وفقرات ممتازه. الفقره دي بقى فقره حواريه ثانيه في البرنامج، فقره مهمه جدا مع واحد من نجوم فريق النادي الاهلي حاليا، واحد من اللعيبه المميزه جدا، واحد من اللعيبه اللي بقى كده وش السعد، اول ما اللعيبه تشوفه بيسخن الماتش مع اقرب في حاجه ينزل بامكانياته وبمجهوده وتحركاته في الملعب بياكد انه لعيب كبير جدا. لعيب كانت بدايته في مزارع دينا، راح وادي دجله، تالق، لعب مع عدد كبير من المدربين، كابتن حماده صدقي، كابتن ميدو، مستر كارتيرون نفسه المدير الفني للنادي الاهلي، يمكن كابتن طارق العشري جدا وتميز وبقى موجود في النادي الاهلي ويواصل التميز مع النادي الاهلي. كابتن محمد شريف مشرفني النهارده. حبيبي ربنا يخليك كابتن هاب، متشكر على المقدمه الجميله دي ومبسوط ان انا معاك النهارده. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. النهارده ماتش جامد جدا واستعدادات وسداسيه، فريق بيأدي بشكل كويس جدا. انت شايف ان المقدمه دي، لا ده لسه عامل لك تقرير كبير جدا، انت تستحق حاجات كتير. تعالى بسرعه نشوف تقرير عنك ونرجع نتواصل. احنا بقى في حضرة المنقذ النهارده، اللعيب المتميز دائما نمسك الخشب، عمره ما كان خيار للنزول للملعب الا وانه كان معاه المفتاح او التركيز، لان اللاعب اللي بيكون قاعد بره وشايف المباراه بيبقى نازل شايف بشكل كويس جدا، بس ساعات بيبقى حماسه زياده شويه ما بيأديش بالشكل المطلوب. لكن محمد شريف لاعب مختلف تماما، بينزل بيأدي، عارف هو بيعمل ايه. اعتقد تقرير متكلم بشكل كويس، نشكر فريق الاعداد عليه. بصراحه يعني حاجه محترمه وانا بشكرهم كلهم، مبسوط جدا بالفيديو اللي هم عملوه ده. احنا بقى بنشكرك اللي انت موجود معانا النهارده، لعيب كبير في النادي الاهلي. مش عارف ابدا معاك بقى من البدايات، ابدا معاك من ماتش وفاق الصيف الصعب، لكن خلينا ابدا معاك واحده واحده. البدايات ناشئين مزارع دينا، وبعدها دجله تدرجت فيه، طلعت فريق اول، اثبتت نفسك. هو انا كانت بدايتي في مزارع دينا، لعبت سنه هناك 2008. من 2008 ل 2009. بعد كده النادي طبعا يعني ما بقاش فيه نشاط رياضي، رحت انبي بس ما يعني ما حرفنيش، ما حصلش نصيب. بعد كده انتقلت لوادي دجله على طول. يعني انا حوالي 9 سنين في وادي دجله، لعبت 5 سنين في الناشئين وطلعت فريق اول 3 سنين. اللي طلعني فريق اول في دجله كان كابتن حماده صدقي، كان هو اول واحد طلعني. وبعد كده جه مستر باتريس، كملت معاه والحمد لله كنت ماشي كويس برده جدا معاه. وبعد كده كابتن ميدو برده مسكني في دجله، وكابتن طارق العشري اخر حاجه، وبعد كده رحت الاهلي. اول مدير فني بيصعدك للفريق الاول بيكون شايف فيك حاجه، ودايما لما بيطلع صاعد او ناشئ من تحت بيقعد معاه ويتكلم معاه، وقال لك ايه كابتن حماده لما طلعك؟ كان شايف فيك ايه؟ والله كابتن حماده من الناس المحترمه جدا بصراحه، يعني هو كان بيعاملني كابن مش كلاعب، كان حاببني جدا، كان باين عليه من نظراته ليا ان هو حاببني فعلا، فاهمني؟ مهتم بيك، بيشجعك، مهتم بيا وبيتكلم معايا على طول. انا بقول لك يعني انا كنت بفهمه من نظراته ليا، فكان شخصيه محترمه وانا لغايه دلوقتي على تواصل معاه، لان هو من الناس اللي انا بحبها جدا يعني على مستوى الشخصي. بيديلك نصيحه، بيكلمك الفتره اللي فاتت، بيقول لك شد حيلك، بيكلمني اخر مره مكلمني من قريب، كان بيطمن عليا وبارك لي. فيعني من الناس اللي انا بحبها جدا، وهو كان اول واحد طلعني يعني الفريق اول في النادي عندنا. مستر كيرترو، انت اتمرنت معاه بشكل معين في وادي دجله، وطبعا كان موجود في النادي الاهلي. الفتره اللي قضيتها معاه في دجله كانت عامله ازاي؟ والله الفتره بتاعت دجله كنت بلعب برضه الحمد لله، كنت بلعب على طول معاه يمكن اكتر من دلوقتي طبعا، بس انا ظروف يعني اللي انا بلعبش دلوقتي في ظروف معينه. فلما كنت في دجله كان يعني كان بيلعبني بصفه اساسيه اكتر، وكنت بلعب معاه ماتشات اكتر بس. فهو يعني كان ده حكايتي مع مستر كارتيرون، انا وكنت بلعب معاه يعني الحمد لله. بتفرق لما تكون المدير الفني اتمرنت معاه قبل كده، وبالتالي لما جيت النادي الاهلي ولقيت مستر كارتيرون بتبقى الامور عندك شويه. طبعا انت كان في مدير فني قبل كده، لكن لما مستر كارتيرون بتفرق بقى، وانت شفت نفس المدير الفني ده واتمرنت معاه واخد على طبيعه شخصيته، ده بتفرق معاك اكتر؟ اكيد بتفرق، بتبقى انت مثلا عارف الراجل اللي جاي ده بيحب ايه، يعني بتبقى على معلومات عنه اكتر من مثلا من اللعيبه موجوده، بتبقى عارف مثلا هو بيحب طبيعه تدريبه ايه، يحب اللعيب يعمل ايه. بالظبط كده، فاهم؟ فبتبقى انت عارفه يعني على درايه بيه، لان هو اتمرنك قبل كده يعني. بتنصح بقى زمالك ولا تخلي الفايده دي ليك لوحدك؟ لا عادي والله يعني. أكيد تألقك استمر،
لكن كابتن احمد حسام ميدو هو المدير الفني الثالث معاك في دجله، ما كانش ميدو. لا كنت بلعب بس بس مش كتير يعني. انا اول لما مستر باتريس مشي فكابتن ميدو حوالي 3 ماتشات كده كان بيطلعني بره خالص. بس بعد كده بدات العب معاه يعني الحمد لله. الختام كان بالكابتن طارق العشري. كابتن طارق اول لما جه كنت بلعب برده معاه على طول، بعد كده جيت يعني على النادي الاهلي. ما جيت النادي الاهلي التوقيت اللي انت جيت فيه والوقت، فرقه طبعا بتحدث، فرقه بتجيب لعيبه وانت لعيب مميز جدا، لكن اتفاجئنا بمحمد شريف، متشاف الاهلي شافك بشكل كويس، حاطط امال عليك كبيره، المفاوضات تمت ازاي؟ والله انا كنت يعني بنسبه كبيره رايح نادي الزمالك. ما اعرفش انت عارف المعلومه دي. كنت ترشيح كابتن ميدو بقى اللي ما كانش بيلعبك في الاول، على فكره اول واحد رشحك للزمالك كابتن ميدو. فكان بنسبه كبيره راح نادي الزمالك وخلاص. بس كل التقارير والامور انت رايح الزمالك خلاص، القصه منتهيه. وانا بقول لك كان بنسبه كبيره خلاص الموضوع بتاع الزمالك خلاص كان بشكل رسمي. بس هو الاداره عندنا اختلفت في بعض الامور الماليه مع نادي الزمالك، فما حصلش نصيب وربنا كتب لي النصيب في نادي الاهلي يعني. الحمد لله على نعمه الاهلي. لعيب كبير ولعيب طبعا انديه كبيره، لما الاثنين انديه كبيره اهلي وزمالك بيعرضوا عليك اكيد حاجه كبيره جدا واكيد تستحق، والحمد لله على نعمه الاهلي. شايف وجودك في الاهلي دي نعمه. طبعا اكبر نادي في مصر وفي افريقيا، فشرف لاي واحد اللي هو يبقى موجود في المكان يعني. فالحمد لله بشكر ربنا يعني على اللي حصل في الفتره الاخيره دي اللي هي بمفاوضات هنا وهنا اللي انا جيت هنا يعني. يعني اللي هم المفاوضات ما كانوش مع بعض بالظبط، المفاوضات انتهت ودخل النادي الاهلي. المفاوضات الاول كانت مع الزمالك. كويس. فالامور اختلفت يعني، كان الزمالك ايه يعني كان الموضوع هدي شويه فما كانش فيه كلام. انا عارف ده ومتابع كويس، لكن الكفتين لو في بعض، الكفتين لو موجودين هنا وهنا، ساعات يقول لك ايه نحسم رغبه اللاعب. في التوقيت ده ولو وبكل صراحه، مثلا لو انت في نادي بعيد عن الزمالك وعارض عليك في الدوري المصري مقابل كويس، والنادي الاهلي عرض عليك مقابل معقول، وعندك اهلي وعندك حد تاني. طب ما هو ده فعلا اللي حصل، اللي انا كنت في الزمالك المقابل المادي بتاعي كان اعلى من اللي انا باخده في الاهلي. بس انا اخترت النادي الاهلي، وعلى فكره وكلموني في اخر يوم اللي انا كنت جاي في النادي. اخر يوم وانت جاي على النادي كلموا وكيلي ارجع يا شريف. كلموا كابتن تامر. فقلت له لا خلاص. قال لي هنا فلوس اكتر، وقلت له لا النادي الاهلي. وكيلك كابتن تامر النحاس. هو اللي كان مودينا. قال لك روح الزمالك الفلوس اكتر الدنيا، او برضه حاول الراجل بيعرض عليك العرض. ما قاليش روح الزمالك، هو قال لي هنا اكتر من هنا. هو من حقه انت تختار ايه. بالظبط يعني، هو الراجل بيقول لك انا الكفه دي كذا وانت رايك ايه؟ حسمتها انت. انا كنت ماضي في النادي الزمالك اصلا. كنت ماضي يعني. مبسوط اللي انت جيت النادي الاهلي؟ طبعا. اكيد يعني، ما قلت لك احسن نادي في مصر وافريقيا يعني، ما اكيد انا رحت. انا شوف الابتسامه اللي في وشك ده كابتن شريف، والثقه والحب اللي انت جاي بيه ده واصل قوي يعني، واصل قوي، واصلنا، واصل كل جماهير النادي الاهلي اللي بتشوفك. طموحك ايه مع النادي الاهلي؟ والله حاليا اهم حاجه افريقيا. انا على فكره مش موجود في رغم ان انت مش موجود والله أفريقيا. بس دي الروح اللي انا شايفها فيه. هتفرق معانا جدا. هتفرق معانا، هنعرف نشتغل بعد كده براحتنا. انت في التقرير كمان بتقول لي نفسي جمهور الاهلي يملى الملعب، وحشونا. والله انا لسه قايل لك قبل ما اطلع لها. نفسي طبعا جماهير بيديك حاجه كده، روح كده في الملعب يعني. انت لو انت مثلا نازل مش موفق، غصب عنك لازم تلعب عشان خاطر الناس اللي جايه دي، لازم تموت نفسك عشان خاطرهم، مش انت بس، اللعيبه كلها طبعا. فبنتمنى بيفرق يا كابتن لما يكون الجمهور مالي الملعب. طبعا بيفرق معاك، انت بترهب اي فرقه قدامك، انت نادي الاهلي وجماهيرك، انت حتى لو وحش او ما فيش توفيق النهارده جماهير بيساعدك. بيساعدك اللي انت تدوس على نفسك. فوقك فوقك اكيد وانت طبعا. بتشوف حماس الجماهير برضو بتجيب اخر حاجه عندك. طبعا اكيد، غصب عنك مش بمزاج، انت غصب عنك لما بتشوف المنظر ده ما ينفعش تروح تخلي الناس دي مروحه زعلانه. لما بتتالق بقى مع الاهلي كده وانت دايما ما بتغزلش بقى جماهير الاهلي ولا الجهاز الفني ولا اللعيبه، اول ما بتنزل بتادي بشكل كويس جدا، اللي بتطلب منك بتعمله، دايما منقذ ودايما بتغير تماما، بيحصل ايه معاك مواقف من الجمهور؟ مش حوار منقذ، انت يعني بتجتهد وبتعمل اللي عليك، وده الطبيعي. انت موجود في النادي الاهلي لازم تبقى كويس، ان مفيش حاجه اسمها منقذ او مش منقذ، طبيعي ان انت تبقى كويس اصلا يعني، فاهم؟ فده الحمد لله ربنا بيكرمني بالاهداف دي، ده فضل ونعمه من عند ربنا. واهم حاجه طب الاعلام خليها ماشيه، الاعلام يدي لك لقب حلو وشغال. بس فالحمد لله الواحد بيجتهد وبيعمل عليه، والطبيعي ان انت تبقى كويس، انت بتلعب في النادي الاهلي فلازم تبقى كويس يعني. طبعا انت مسيرتك مليانه بمدربين اثروا في مسيرتك، مدربين ساعدوك،
معانا واحد من المدربين اللي كان ليه فضل في بداياتك كده، لكن انا احبك انت اللي تاخد التليفون وتقول الو، ولو ما عرفتوش انا اساعدك فيه. الو حبيبي كابتن هاب. عارفك من صوتك والله. شوي طبعا مدربك في وادي دجله، وهو دلوقتي مدرب في نادي انبي 2001. كابتن هاب دزوقي تحياتي ليك وتحيات كابتن شريف. ربنا يخليك، انا سعيد جدا بالمداخله دي، ويشرفني اولا ان انا مداخله في قناه الاهلي من اكبر الانديه في الوطن العربي. والحاجه الثانيه كمان اللي السبب اللي بيدخلني كمان في المداخله دي حد من ابنائي اللي انا بعشقهم، وتوقعت وتنبأت بالاحداث اللي بتحصل دي كلها على فكره، يعني انا مش عايز ازود ولا اضيف، لكن حقيقي انا توقعت وتنبأت بالاحداث اللي بتحصل دي بالحرف الواحد، وقلت له الكلام ده وهو معايا. بس كان شاي وتعبك، كان شاي وتعبك وعامل لك مشاكل، وانت يعني تعبت معاه برضه كتير. صدقني هو فعلا كان لعيب مشاكل، ودي من ضمن الحاجات الكويسه فيه على فكره، ان اللعيب برضه ما ينفعش يبقى مسالم قوي، يعني يبقى مشاكل لكن يعني طفيف. شقاوه الملعب دي شقاوه حلوه مش حاجه اللي هي المقبوله، اللي هي بتساعدنا على ان احنا نتالق يعني. وانا توقعت، انا قلت له محمد ما تستعجلش، وهو فعلا كان بيسمع كلام وكان بيستجيب. قلت له انت فيك مزايا كتير، يعني فيك مزايا ربنا سبحانه وتعالى مدي لك حاجات كويسه، تلعب برجليك باثنين، تلعب في اكثر من مركز، يعني لدرجه ان انا عايز اقول لحضرتك كان في حوار حاصل معاه، قلت له محمد انت تقريبا لعبت في كل المراكز ما عدا حارس المرمى. قال لي والله يا كابتن انا فعلا انا حتى حارس المرمى انا اقدر اقف يعني. فخد بالك ان دي من ضمن الحاجات الكويسه اللي انا شفتها فيه، عنصر السرعه موجود فيه، في مزايا كويسه كتير قوي توقعت له. التوقع والتحرك عنده حاجات كتير، وانا اعتقد ان محمد شريف لسه امكانياته كلها ما ظهرتش مع النادي الاهلي ولا في الكره المصريه، لسه قدامه مستقبل كبير جدا. لكن انت مدرب الناشئين والمدرب الاول، ايه اللي شفته في بدايات شريف عشان تقول عليه كنت متوقع له هذا المكان؟ اولا ثقه بنفسه، كان ليه شخصيه، يعني لعيب ناشئ وليه شخصيه، دي حاجه مهمه جدا. نمره اثنين زي ما قلت لحضرتك بيلعب برجلين اثنين. نمره ثلاثه انه بيجيد اللعب في اكثر من مركز. نمره اربعه ان عنصر السرعه متواجد فيه، طب انت عايز ايه تاني؟ المهاره كمان موجوده فيه. اللي بيعرف يعمل فنتات، بيعرف يغير اتجاهاته، بيعرف يعمل سيرنات، حاجات ما كانش يعني مش كل الناشئين تقدر تعملها. بيستجيب لاي شغل تدريبي، بيستجيب لاي تكتيك احنا بنشتغل بيه، لاي فكر بنشتغل بيه. طب انا عاوز ايه اكتر من كده في لعيب كوره ناشئ؟ عشان كده انا قلت له ربنا سبحانه وتعالى هيجيب، وهتبقى في يوم من الايام في اكبر انديه مصر، ومصر كلها هتتكلم عنك، وهتنضم لمنتخب مصر. ولسه ان شاء الله الامل الثاني، لكن انت وانت بتشوفه كده بيبقى ناقصه ايه؟ بتنصحه يعمل ايه؟ والله يعني ممكن هيلث التحامات، بس يعني هي دي اللي انا الحاجه اللي انا ايه انا عايز وضعه هو يبقى كويس فيها التحامات، اللي سامع ان هو ما يخافش ما يهابش يعني. لان دي هتساعده على ادائه للمهاره اللي هو ربنا سبحانه وتعالى شاهده يعني. انا هسيبه معاك بقى عشان هو عايز يتكلم معاك شويه. يا بوب حبيبي يا شيري والله عامل ايه؟ كان يقدر يقول لك يا بوب هو في الملعب وانت ها العصايه تطلع على طول في الناشئين خرزانه. لا هو كان قريب مني جدا يعني، قريب من اللعيبه وفي حدود طبعا الالتزام، وده لازم يحصل يعني. انا اولادي بتعامل معاهم كده، لازم انا اقرب منهم عشان خاطر اقدر اخد منهم اللي انا عايزه بالظبط، وعشان يستجيب. عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله انا احسن منك. ده دايما يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي، انا سعيد جدا بالمداخله دي، وعايز اشوفك حاجه كتير قوي. وانا قلت لك كده يا محمد، قلت لك ان شاء الله هتبقى في منتخب مصر، ومصر كلها هتتكلم عنك، وده اللي هيحصل ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. خد بال حضرتك برضو في ميزه كويسه قوي، كل ماتش بياخد 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق بينزل يسجل. لا ده هو زعلان انه منقذ، بيقول لا ده امر طبيعي، وانا هتعمل طول الاعلام يديك لقب، خده ودور على اللي بعده وربنا يكرمك. والله ابدا يعني، بس هي حضرتك ملاحظ ان الفتره اللي فاتت دي كان بياخد فترات عمره ما خذل الجهاز الفني لما نزل بينزل في ماتشات. على فكره يعني حظه ما اعرفش اقول الكويس ولا حظه العاسر، انه بينزل في ماتشات صعبه جدا، وبيبقى اول ما بينزل بيبقى مطالب بتغيير نتيجه بوضع معين بتسجيل، يعني بينزل تحت ضغط وبيأدي، ودي ميزه كمان الماتشات بتبينها مع محمد شريف. دي بقى حاجه جديده اللي انا شفتها فيه، ان هو وقت ما بينزل بيسجل، يعني هو طبعا مش عارف ان اي لعيب بيبقى بيفرط عايز يلعب وعايز يبدا وبتاع، لكن يقول لك انا كابتن انا ما لحقتش،
انا جبتني على 5 دقايق 10 دقايق، انا ما دوبك لسه كنت بسخن، ما دخلتش في الجيم، ما انسجمتش. لا هو بيخش في الجيم هو متاخر، وظروف الماتش كمان من الكهرباء وينزل بيسجل. ايه الجمال ده؟ بس انا مش عايز دي تبقى طبعا ايه طابع بقى ان هو ايه خلاص يبقى راجل ايه على طول بقى هو ينزل يسجل. طب ما هو يبدا، لو بدا اعتقد ان هو هيبقى ليه شكل ثاني كمان. يعني لازم نديله برضه نديله يعني فين دي الكلام ده انا مش عايز ادخل فيه، لكن هو ياخد قسط اكبر من اي مباراه. اعتقد ان هو هيبقى محل ثقه رد بقى الشيخ. ان هو وفي ميزه دي كمان ان هو راجل مش عارف اقول لك ايه والله يا بوب. دي حقيقه، حد بيسجل وحد بيهدف وفي مزايا كتير قوي. انا فخور بيك يا محمد. ربنا يخليك يا كابتن، والله انا فخور ومبسوط اللي انت معانا في المكالمه، ومبسوط اللي انت معايا لحد دلوقتي، رغم ان كابتن ايهاب بقى لي فتره طويله مش بيمرني طبعا، بس على تواصل دايما معايا ومن الناس القريبه جدا يعني. ربنا يخليك، انا بعتبر المكالمه دي هي رد جميل وشرف في رقبتي ومسؤوليه كبيره قوي، وحقيقي وجودي في قناه الاهلي معاك النهارده ده اضافه. اقل حاجه معاك كابتن ايهاب سوقي، شكرا لحضرتك دايما كده، ان شاء الله تطلع لنا نجوم مهمه جدا، ودايما اولادك في كره القدم انت شايفهم في مكان كويس. ولكن انت برضو قلت حاجه مهمه جدا، ان المكالمه دي يعني رد جميل. شوف قد ايه كابتن ايهاب شايف ان المكالمه دي حتى وان كانت حاجه بسيطه منك، وان انت متواصل مع مدير فني كان ليه فضل عليك، حاجه كويسه. واعتقد ده يعني نقول شكرا على التربيه وشكرا على البيت عندك. كابتن ايهاب راجل محترم، فيعني يعني ايه اللي يمنع ان انا اتواصل معاه؟ مفيش حاجه تمنعني ان انا اتواصل معاه. راجل ليه فضل عليا، كان في الناشئين بيمرني، كان الناس القريبه مني فعلا الكلام اللي بيقوله اللي هو تنبأ لي اللي انا فيه ده بالظبط. قال لك الكلام ده بدري وانت عندك كام سنه؟ قاله لي اصلا قبل ما العب فريق اول، قال لوالدي وليا، قال له ابنك ده هيبقى من احسن اللعيبه في مصر، استنى ما تستعجلش. كل الكلام اللي هو قاله ده فعلا، وقال لي هتبقى هتلعب في احسن انديه في مصر، نفس الكلام اللي قاله لي والله، مش مجامله. هو فعلا قال لي الكلام ده. كان شايف فيك ان انت مميز، بس بقول لك بقى شد في الالتحامات شويه. قابل. شوف حاجه حلوه جدا انك تتذكر المدرب اللي علمك اللي وجهك، ودي حاجه بتضيف، وبجد ده بتدل على شخصيه محترمه جدا، وده بيأثر بشكل كبير. لكن هو قال لك جمله، ما تبقاش معتمد ان كل شويه ما تنزل هتقدر تهدف. ان شاء الله عايزين نشوفك من بدايه المباراه، وبدايه المباراه تتألق بشكل كبير جدا. لكن انا بقول ان اللعيب اللي بينزل في الوقت الصعب بيلعب بارتياحيه، رغم انك بتنزل في وقت كله مضغوط، الجمهور مضغوط والدنيا مضغوطه وبتبقى محتاج. ماتش الاسماعيلي لما نزلت كانت الدنيا عامله زي المدير الفني قال لك ايه؟ ماتش كانت الدنيا صعبه، انت خسران والدنيا صعبه، وطبعا الجماهير بره، واول ماتش في الدوري طبعا، فاهم؟ وبعدين انت بتلعب الاسماعيلي برضه يعتبر منافس ليك او فاهم، غريم زيه زي الزمالك، وبدا ليك انت بقى وبدا لي. فالمدرب كان عنده ثقه فيا الحمد لله، فكلمني وقال لي عايزك تشتغل كويس الفتره اللي هتاخدها، وان شاء الله تقدر تساعدنا ان احنا نتعادل ونكسب كمان. بس ما كانش في توفيق ان احنا نكسب، الحمد لله يعني قدرنا نجيب جون في الاخر اتعادلنا بيه. لكن وانت نازل مضغوط، عليك حمل فريق، مدير فني بيديلك ثقه، دي حاجه فيك مميزه جدا. يعني انا اعتقد ان اللعيب اللي هو في سنك لما يبقى عنده الطاقه دي ونازل مع فريق كبير زي النادي الاهلي، بتحمل شيرت النادي الاهلي وبتلعب قدام الاسماعيلي والاهلي مهزوم وعصام الحضري حارس، يعني انت نازل يعني عايز خبرات قد اللي انت عملتها طول حياتك. والله الماتشات بتبقى طبعا صعبه، بس انا ببقى قاعد من قاعد بره ببقى مركز ومستني اي دقيقه العبها. فانا لما مهم قوي اللاعب يبقى قاعد بره مركز. طبعا، يعني انت لما بتبقى قاعد بره بتشوف مثلا الباك ليفت او الباك رايت حسب هتلعب في اي مكان، بتتفرج على اللاعب اللي انت هتلعب عليه، بتتفرج عليه عامل ازاي، تقدر وانت قاعد من بره تشوف مثلا لما انا بتحط نفسك في الماتش، بتعيش الماتش وانت قاعد بره، تشوف انت مثلا لما تنزل هتلعب على الراجل ده ازاي، الراجل ده مميز في ايه، سريع بطيء، بتشوف انت حاجات كتيره وانت قاعد بره. فالحمد لله الواحد قدر اللي هو قاعد بره يركز، مش الماتش ده بس، الحمد لله اي ماتش بعده، اي مباراه وديه ببقى قاعد بره مركز، لان محسوب عليك لما تبقى شكلك وحش في الملعب. خدت فرصه، انا نزلت عليك. بقى في الاول نزلت في الاخر نزلت والماتش مضغوط، بيبان لو خدت دقيقتين والدقيقتين دول اتقطعت منك كوره هتتحسب عليك. انت فاهم قصدي؟ فلازم تبقى مركز، لازم تبقى مركز طول الوقت،
لان الكره محسوب عليك وانت بتلعب بالذات بتلعب في النادي الاهلي مش بتلعب في اي نادي تاني. في الاهلي اللي بيعدي خلاص لو انت وحش الماتش الجاي عارف ان صعب انت نفسك صعب هتنسي اللي انت عملته فلازم تركز. اللي بيعدي اللي بيفوت سيبك منه لازم تبص لبعد كده فده الطبيعي يعني. لما بتنزل مباراه زي دي بتتالق بتبقى احساسك بقى ان الماتش جاي بقى هبدا من اوله ولا بتبقى عارف ان الفرقه ليها كيان وانت لسه جاي جديد عليهم بتفكر ازاي؟ هو انت بتفكر اللي انت تبقى موجود تبقى في الصوره يعني ممكن ما تبداش بس تبقى في الصوره تنزل مش عارف ايه واللعب يجي واحده واحده لما تبقى مثلا تنزل تبقى كويس بعد كده مثلا تبتدي تلعب خطوات ما فيش حد مره واحده بيلعب لازم تبدا برضو ايه شويه في شويه ولغايه مثلا لما توصل للياقتك وتقدر تلعب ماتش كامل. كابتن ايهاب دسوقي قال على معلومه كويسه واعتقد دي اثقلتك بشكل كبير انك لعبت في اكتر من مركز في الملعب. لعيب لما بيلعب في اكتر من مركز في الملعب عنده خبرات كل بوزيشن او مركز في الملعب ليه خبراته ليه مواقفه ده اثقلك كتير. هو الوحيد اللي عارف اللي انا بلعب في اكتر من مركز لان هو كان ماسكني في النادي لان في مراكز لعبتها في الناشئين ما لعبتهاش في فريقه خالص. يعني زي مره يعني لعبت ايه ومره لعبت باك ليفت وباك رايت. باك ليفت وباك رايت الاثنين وانت كده بتلعب برجلك الاثنين كويس قوي بلعب برجلك ما شاء الله. يعني لعبت المركزين دول في الناشئين ولعبت ديفندر فوق في الفريق الاول ما لعبتش الا الاربع اماكن اللي قدام بس. يعني في الفريق الاول لعبت هاف وفيرود وتحت الفيرود ده اللي لعبته في الفريق الاول في دجله وفي لعبت في النص النص اللي قدامين الاربع اماكن اللي قدام لكن في تغلوا بقى السرعات بتاعتك طبعا يعني ادائك مميز جدا واهدافك مع النادي الاهلي كلها مميزه ربنا يخليك. ففي الناشئين لعبت في مراكز غريبه شويه لعبت باك رايت وباك ليفت وديفندر فهو الوحيد اللي يعرف الموضوع ده. يعني انت احسن مركز بتحب تلعبه؟ بص مهما تلعب لعيب بالكوره بيبقى عنده مركز هو ده المركز اللي انا بحس ان انا بطلع فيه حتى لو المدير الفني مش شايفك ممكن المدير الفني بيلعبك في حته بس انت جواك شايف نفسك في الحته دي. يعني انا كنت اما اقعد مع كابتن احمد فتحي واتكلم معاه هو يقول لي انا العب في اي حته وبادي كويس قال لي بس انا في نص الملعب بحس ان انا يعني ببقى مبسوط اكتر. ايوه انا مرتاح في مكاني اللي انا فيه ده اللي هو الوينج عادي ده مركزي المفضل يعني فاهم. بس لما بتطلب مني بلعب فيرو بلعب ممكن نلعب رقم 10 بلعبها برضه ساعات لعبتها برضه في دجله اكتر يعني في الاهلي ما لعبتش اللي هاف بس لكن في دجله لعبت المراكز دي كلها. الديفندر بيبقى مسؤوليه كبيره جدا. ديفندر ده بيبني الفرقه من تحت مرات لاعب الديفندر او اللي بيلعب ديفندر بيبقى عنده اكتر يعني من فرصه انه يلعب في اكتر من مركز في الملعب. لاعب شامل لعبتها في الناشئين لعبتها موسم بحاله موسم ما كانش فيه الا انا وواحد صاحبي في المكان ده كنت انا واحمد عبد المنصف كنا في المركز ده بس ما كانش فيه لعيبه ديفندرات في الفرقه خالص. انا كنت في الموسم اللي قبله كنت بلعب باك ليفت فلما جينا الموسم اللي بعديه فما كانش في حد في المكان ده وكان في اصابات وكان عندنا لعيبه مصابه كتير فما كانش فيه الا انا وصاحبي اللي قلت لك عليه فكنا بنلعب انا وهو في المكان ده. تلعب بقى وبتزيد بقى الماتشات اللي تقوم كان هو اللي بيقف وانا اللي بزيد يعني باجي من تحت تزيد تكمل برضه نفس موهبتك قدام حابب النص اللي قدام وكنت بجيب جون في المكان ده يعني انا كنت باجي من تحت كده اروح خاطف شوره شوت ومثلا اجي من تحت مثلا اعمل وانتو مع حد بسرعه واروح فاهم. اداء كويس لكن فعلا كابتن ايهاب دسوقي فتح لنا يعني جزء كده حاجه كتير معين. اداءك مع النادي الاهلي زي ما انت قلت لي انا جاهز في اي وقت بقعد مركز لكن اكيد مستر كارتيرون في الاهلي مختلف لعيب معاه نصايحه ليك بيتكلم معاك ازاي الجهاز الفني بيتكلم معاك ازاي انت بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب تأقلمت بشكل سريع داخل النادي الاهلي. والله مستر كارتيرون مش معايا انا بس بصراحه يعني مع اللعيبه كلها والجهاز كله هو بيحاول يقرب الناس كلها من بعض اللعيبه بالجهاز الطبي بالاداري بالعمال الدنيا كلها قريبه من بعض فهو الراجل يعني ذكي في التعامل مع الناس واللعيب مثلا اللي ما بيلعبش بيعامله كويس بيعامله معنويا بيجهزه في اي وقت. هو كان عامل محاضره لينا قبل بدايه الموسم لناس كثيره كانت بعيده ما بتلعبش قعد معانا انا كنت من الناس طبعا عشان ما بلعبش قعد معانا انا محتاج كلكم اي واحد هينزل عنا واثق فيه وهيلعب فهو بصراحه يعني بيجهز الناس كلها اهلكم بشكل نفسي كويس
طبعا يعني هو من الناس، هو يعني من الميز اللي فيه اللي الواحد يعني بيرتاحها فيه، اللي هو فعلا بيعامل اللعيبه كويس بشكل، بيعاملهم نفسيا كويس يعني فاهم. لو انت مثلا متضايق ما بتلعبش، لا هو مثلا ايه يهون عليك، يكلمك كويس، يديك يعني مثلا لو انت مثلا حاسس ان انت بعيد، هو يديك امل ان انت موجود، فاهم قصدي؟ ان هو محتاج الناس كلها، وده اللي حسسنا بيه يعني بصراحه. حلو ده، وده واضح من شخصيه مستر كارترون، انه يعني جاب كل اللعيبه واتكلم معاها وكلكم هتاخد فرصه، وادى فرصه لناس كتير جدا، واداك انت فرصه كبيره جدا. وانت دايما بتقول اللعيب اللي ياخد فرصه يمسك فيها. الفتره اللي فاتت الاهلي بيشارك في اكتر من بطوله، عنده ضغط مباريات كتيره، شايف مشاركه الاهلي والضغوط الكتيره برضو كانت سبب ان اكتر من لاعب ياخد فرصه؟ اكيد، ما انت في قوام اساسي في الفرقه طبعا، فانت برضو مش هيقدروا طبعا يلعبوا المباريات كلها، لازم برضو تريحهم. فهو عشان كده عمل المحاضره اللي انا قلت لك عليها دي، عملها علشان يجهز الناس كلها، لان هو فعلا يحتاج الناس كلها، انت فاهم قصدي؟ فهو عمل المحاضره دي علشان هو هيحتاج الناس في الوقت ده. وده ذكاء من المدرب طبعا يعني. اكيد ذكاء من المدرب، ولكن لازم في المقابل يواجهوا ذكاء من اللعيب، خدت فرصه امسك فيها، هي كره القدم كده. اكيد انت بتلعب لازم تموت نفسك، تجتهد، وبرضه التوفيق من عند ربنا يعني الحمد لله. ده توفيق من عند ربنا، لكن اكيد في نصايح بتجيلك، اكيد في 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 نصايح مستمره، اكيد الوالد والاسره، زي ما الكابتن ايهاب ليه نصايح، اكيد برضه انت يعني، وهو كان متابعك والدك، وقول انا قلت لوالده ابنك هيبقى ليه مستقبل، الوالد بينصحك بيقول لك حاجه؟ والدي قريب جدا مني في حوار الكوره ده، بيفهم في الكوره جدا يعني. كان لعيب كوره ولا؟ كان لعيب، كان بيلعب في نادي الزمالك على فكره. لا والله. والله تمام. في الناشئين ولا؟ كان في الناشئين بس ما كملش، الظروف بقى طبعا، الاسره كرة نصيب. لا، وكمان الاسره عنده كده، زمان كانت الدنيا صعبه شويه، انت عارف الكوره زمان طبعا غير دلوقتي. طبعا. بس فهو من الناس اللي بتفهم جدا في الكوره، ومن الناس اللي هي بتنصحها. حابب يحقق حلمه فيك. اكيد طبعا يعني، هو كان يعني كان زملكاوي، بس هو كان مع ان انا اجي النادي الاهلي. يعني هو كان حابب ان انا اجي النادي الاهلي عن الزمالك، تخيل. هو بيقول لي انت ابني ومصلحتك اهم من انت من اللي انا مثلا المكان اللي بحبه. انا مرحب قوي انك تروح الاهلي. انا بقول لك هو لو عليه، هو جبته معاك، حول معاك، دخل عند الناحيه الثانيه على لا طول لا ولا لا لسه؟ خالص، ده هو كان زملكاوي يعني. قبل ما اجي النادي كان زملكاوي، بس هو كان مع ان انا اجي النادي الاهلي. ما كانش حابب ان انا اجي. خلاص قلت له بقى تعالى اهلي. هو دلوقتي اهلاوي خلاص. دلوقتي اهلاوي خلاص. على الهاتف معانا طبعا هو الكابتن بقى شريف رجاء، والد الكابتن محمد شريف. السلام عليكم يا فندم. على السلام ورحمه الله وبركاته يا كابتن. تحياتي لحضرتك، ويعني بشكرك على تربيتك المحترمه وادائك لما يبقى عندي لعيب ونجم كبير جدا، ويبقى يعني مستمر ومتواصل مع مدير فني كان مع بدايته الكابتن ايهاب دسوقي، وبيشكر الناس وفضل الناس عليه، وحاسس انه ان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون فتره كويسه جدا. اكيد في شخصيه مؤثره، اكيد في اسره محترمه، في اب متابع واب زملكاوي قال له تعالى يا ابني روح الاهلي، وانا كمان معاك رايح الاهلي. لا لا لا، الحمد لله، ده فضل من ربنا ونعمه ان هو محمد لعب في الاهلي. انا كنت زملكاوي. هو لما راح مضى للزمالك انا ما كنتش من داخلي مبسوط. يعني كنت لما جات لي طبعا جاله الاهلي، كان فرحتي بان الاهلي نادي استقرار، نادي بطولات، نادي تاريخ، يعني نحمد ربنا والحمد لله اللي هو ايه مضى في الاهلي. يعني هو لازم محمد يجيبك، ما كنت تعالى انت الاول وبعدين هاته. والله ده فضل من ربنا والحمد لله نحمد ربنا، يعني هو ربنا بيصير، انت ما بتختارش، ربنا هو اللي بيختار. طبعا يعني محمد طيب ومحترم، هو ربنا يعني جزاه خير، لان محمد من اللعيبه اللي هي ايه في حالها، لا بتعمل مشاكل ولا يعني مركز في الملعب، بيسمع كلام، بيسمع كلام منتظم، يعني كلامه قليل، وزي ما انت شايف ابتسامته على وشه والحمد لله يعني. ربنا يجعله مبتسم كده على طول. لكن استاذ شريف رجائي، حضرتك ما كملتش، ولكن شفت لابنك ان شاء الله يكون عنده موهبه، كنت بتحمسه ازاي؟ بتحفزه ازاي؟ طبعا انا وهو في الناشئين كان في ناس كتير قوي تقول لي لا ده لعيب على قده، لكن انا كنت شايف فيه حاجات. انا كنت لعيب كوره، لعبت ظروف شغلي وكده ما كملتش، فانا كنت بروح معاه عشان اشوف نفسي انا الاول. يعني انا كان انت اللي تحكم الاول وانت اللي تشوف. والحمد لله ما فيش نادي رحته مجامله، ولا في نادي رحت، وكان بيلعب في اساسي في كل حته،
والحمد لله، وكل نادي كان بيروحه كان الناس بتحبه وسايب بصمه في كل نادي. يعني لحد دلوقتي مزارع دينا انا في تواصل معاهم، الناس بيدعوا له، ويعني نحمد ربنا اللي هو مجتهد وهو انسان طيب جدا. يعني ما عندكش فكره محمد من الناس اللي هي يعني هو فضل ربنا علينا كده. لا هو زي ما الكاميرا جايه عليه وحاطط وشه جنبه بيضحك بتاع مع نفسه، لكن بيقول لك كان شايف كان شايف الملعب برضه، يعني هو في الملعب شقي، يعني الكلام ده كده، بس هو في الملعب شقي. لا 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 هو بص، هو يعني محمد من نوعيه اللعيبه اللي من انصاف الفرص تجيب لك جول. واضح طبعا. من عند ربنا، الحمد لله نحمد ربنا على النعمه دي يعني. ولعيب برضه لعيب بيلعب رجليه الاثنين، دي انا اللي متهاله، خلي بالك هو عارف ان انا يعني انت ما نميت فيه المهاره دي من بدري. برضه مرانه قبل ما يروح مزارع دينا. بس هو اساسا كان بقى اشول ولا ايمن، وانت ضميت له بقى الرجل الثانيه؟ كان بيلعب بقى كان اشول في الاساس. هو اساسا اشول. هو لما كنت بدا مرانه الاقيه بيلعب رجل اليمين كويس قوي، قلت له لا انت كده اللعيب عندك حلول. قال لي يعني يا بابا؟ قلت له لا، اللعيب اللي برجل اثنين غير البرجل واحده. مظبوط. عندك حلول، تعرف تلف، تعرف الكوره تجي لك على يمينك تشتغل، على شمالك تشتغل، ودي برضه موهبه ربنا اداها لي. الزميل حضرتك لو بيلعب ما تعرفش هو بيلعب بني رجل. طبعا. والحمد لله. الناس اللي معايا في الفرقه مش عارفه اصلا، ناس كتير معايا في الفرقه. ما انا بقى سالت مش السؤال ده. مقتنعين اللي انا بس انا سالت السؤال ده لان انا ما انا بتفرج عليه مش عارف انهي فيه الاساسيه، عشان كده سالت حضرتك وقلت لك هي رجله الاساسيه كانت ايه؟ شمال، بس هو ما تعرفوش هو رايح فين. هيلعب ايه؟ يعني هو بالظبط. يعني حتى في الناشئين كانوا بيقولوا له انت كورتك العب كورتنا، الكوره بتاعتك دي كوره اوروبيه او كوره عالميه، احنا مش فاهمين انت بتعمل ايه؟ يعني كان بيعمل حاجات غريبه، جوان غريبه. وعلى فكره محمد كان على مر السنين كان هداف فرقته، ده كان بيلعب في 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 دجله ديفندر وكان هداف الفرقه. يعني نحمد ربنا على النعمه دي. الحمد لله. كابتن شريف، توقعت ان محمد يوصل يلعب في فرقه كبيره؟ ممكن يكون في لعيب عنده تالنت بيلعب في ناشئين كويس، لكن بيبقى مشوار. طبعا انا عندي امل في ربنا وعندي ثقه فيه اللي هو هيوصل. قلت له والكابتن ايهاب الدسوقي بلغنا بالكلام ده قبل ما يطلع. الكابتن محمد جمال بتاع دجله، يعني الناس كانوا متنبئه له اللي هو هيبقى احسن لعيب في مصر. كنت بتزعل لما بتاخده فرقه في الناشئين ويقول لك لا في الاختبارات؟ عشان نحمس ناس كتير جدا بتروح اختبارات في انديه كبيره وصغيره ما بتقبلش. كنتش مقتنع. لازم تتعب يا كابتن، لازم تجتهد، لازم تبدا من الصفر. انا مش انا عندي مثلا ولد، انا عندي عمار بيلعب في اكاديميه الاهلي. انا شايف فيه اللي هو لعيب كويس، بس لازم يبدا من الصفر. مش هعرف، مش هينفع اوديه الاهلي على طول. انا شايف ابني مثلا كويس، لكن ابني 50%، فلازم اجتهد معاه واشوف نادي درجه ثانيه اتمرنه، يقف كويس في الملعب، يتمرن كويس، يجتهد، وبعد كده ربنا هو اللي هيديله رزقه. بالظبط. لكن معظم الناس فاكره اللي هو ايه، عاوز يروح اختبارات الاهلي، هيلعب في الاهلي، يطلع في التلفزيون يجتهد. لا لا، ده مش ده موضوع كبير، موضوع كبير طبعا، اجتهاد وتعب، والحمد لله ربنا بيجازي كل واحد بعمله. كابتن شريف، قبل الماتشات بتحب تقول لمحمد شريف ايه، او بتنصحه بايه قبل الماتشات وبالذات اول مراحل النادي الاهلي؟ انا بقول له كلمه واحده، بقول له ربنا معاك. بس ما اكتر من كده، حتى لما تسال عليا اقول له يا ابني ركز، ربنا معاك. وبعد المباريات بتقيمه وبتتكلم معاه؟ انت كان المفروض تعمل كذا. بقول له على الغلط والصح. هو على فكره بياخد رايي وعنده ثقه في رايي جامد قوي. الحمد لله. بيشاور لي بيقول لي لا 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 مش بعمل كل اللي بيقول عليه، ينفع كده؟ لا لا لا، ما بقولوش اعمل كذا، لكن بعد الماتش بقول له ما قلتليش حاجه. بيضحك، انا بضحك معاك. ما قلتليش حاجه. لان هو يعني كان قبل الهوا بيقول لي والدي ساهم في شخصيتي بشكل كبير جدا. وباين عليه وباين على ده، ولكن انا بقى سايبه هيكلمك بقى هو معاك. يا بابا. يا بابا. عامل ايه؟ الحمد لله. على فكره ما قلتليش حاجه، بيوقعنا. لما تيجي ماشي تقطع فيا؟ لا والله. ربنا معاك وربنا يصلح حالك، وان شاء الله تحصل على بطوله افريقيا والنادي الاهلي التقدم على طول ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن شريف، بشكرك على وجودك معانا، وبشكرك انك انت عندك نجم ان شاء الله لسه قدامه مستقبل كبير جدا، ان شاء الله عنده دور كبير جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، ان شاء الله يكون ليه مكانه في الانديه العالميه الكبيره، وان شاء الله يحقق لك كل اللي انت عايزه. شكرا يا كابتن. واضح الحمد لله ان في انسجام. ده بيبقى بص، بتوصل مع الاب لمرحله صداقه، اعتقد اللي بينكم صداقه. يعني هو حافظني. يعني هو شفت حتى انت بتقول له لك لا. هو عارف مأسس بقى. مأسسني هو. خد بالك فعلا ما يبانش عليك يا كابتن محمد
ان انت بتلعب برجلك اليمين ولا شمال؟ بيلعب الاثنين كويس، بس الاساسيه فين؟ انا في مشكله معايا في الفرقه. يعني في لعيبه كتير في الفرقه معايا بتقول لي العب برجل واحده. يعني بيقول لي يعني مثلا السليه مثلا يقول لي لما بنلعب مثلا مربع يقول لي ايه؟ لا العب برجل واحده في المربع ما تجننناش. يعني من السليه بلاش دي، انا بحبها جدا يعني. بلاش دي، بتزاول. بتزاول. لعبت الكوره بتبقى فاهم انت كده بتزاول. في ناس كتير مفكرين انا بلعب برجل اليمين اكتر، يعني عشان بشتغل برجل اليمين كتير. نعمه وفضل. مفكرين اللي انا ايمن، لكن انا في الحقيقه اشول اصلا يعني. لكن خلاص وصلت لمرحله انك بتستخدم رجليك الاثنين بنفس الحساسيه. استخدم رجلي الاثنين بس برضو حسب المكان اللي بتلعب فيه، يعني مثلا انا لو بلعب ناحيه الرايت بستخدم شمالي اكتر يعني فاهم. حتى بانت في جون الترسانه كنت بلعب ناحيه الرايت، هتلاقيني لما ضمنها برضو اللي ضامنها اكتر وانت بتخلص. مش حوار ضامنها، حسب الكره بتجيلي في اي مكان انا بحط. يعني مثلا ماتش الترسانه الجون اللي انا جبت الاولاني انا اللي بدات الهجمه، يعني بداتها وانا اللي لعبتها بشمالي. لو بلعب ناحيه الليفت بلعب بستخدم بيميني اكتر، يعني بشتغل بالرجل اللي جوه الملعب. يعني مثلا لما بلعب ناحيه الليفت حلو بشتغل بيميني اكتر عشان يبقى الملعب قدامي مفتوح. حل. الناحيه الثانيه العكس، بشتغل بشمالي عشان يبقى الملعب قدامي مفتوح. كابتن شريف الغاوي بقى كان عنده حق بقى لما ادالك قال لك انت بقى عندك حلول. كبرت وعرفت ان فعلا معنى الكلمه اللي قالها لك بابا. هو ابويا من زمان يعني كان مقتنع بيا، يعني هو بيقول لي انا عمري ما هتعب مع حد مش حابب او مش عارف. انت عملت معاه خدمه جليله، انت خدته من هنا حطيته هنا برضو، تغيير الانتماء ده حاجه برضو كويسه انت عملتها. هو كان زملكاوي بس مش متعصب يعني، هو عادي يعني فاهم. يعني هو كان بس هو مصلحته يعني انا اهم عنده من اي حاجه فاهم. حقه يفرح بيك لان انت فعلا تفرح وتشرف، لكن برضو في ناس كتير جدا عايزينك يبعتوا لك رسائل من جمهورك بقى اللي انت بتحبه، جمهور النادي الاهلي. قال لك معانا رسائل، تعالى بسرعه نشوف تقرير ماذا قالت الجماهير عن محمد شريف ونرجع نتواصل. انسان جميل وبسم الله ما شاء الله عليه وربنا يديله، انسان متحضر وحاجه حلوه جميله. بقول له شد حيلك يا كابتن، وعايزين نشوفك ان شاء الله زي كابتن بركات وزي كابتن ابو تريكه، وانت ان شاء الله عندك مؤهلات لكده اصلا يعني. والله احبه واشجعه على طول في التلفزيون، في اللعيب على طول. هو لعيب كويس وربنا يوفقه وهيعمل احسن واحسن. لعيب عنده خبره اساسا ولعيب كويس، كان في دجله برضك الفتره اللي فاتت كان كده برضك، كان مؤثر جامد يعني. بقوله هو لعيب كويس وربنا يوفقه كده وياخد فرصه وهيبقى تمام يعني. والله محمد شريف لعيب كبير قوي، بس المفروض ياخد فرصته اكتر من كده يعني. المدير الفني يشوفه اكتر من كده، كل ما ينزل يجيب اجوان، كل ما ينزل يجيب اجوان. يعني انت عايز اكتر من لعيب اكتر من كده؟ والله هو ده نجم مصر اللي جاي، ده من وجهه نظري يعني. وجهه نظري انا راجل بتاع كوره يعني، من يوم ما انا عندي 3 سنين وانا بتفرج على كوره. انا شايف ان هو حد جاي قوي يعني. ربنا يوفقك وربنا يكفيك شر الاصابات والغرور، ولازم تجتهد اكتر. مش معنى ان انت وفقت في مباراه او اتنين او حتى موسم، لازم تجتهد ولازم تواصل ولازم دايما تفتكر محمد صلاح عمل ايه في المقاولون، وبعدين عمل ايه في بازل، وبعدين ما وقفش عند بازل، وصل فورتينا ثم روما. لازم تتدرج ولازم تعرف ان النجوميه ما لهاش سقف معين، ولازم تجتهد. اقول للكابتن محمد شريف، اقول له يا ريت يا محمد شريف تبقى اسطوره زيك، زي ابو تريكه، زي ابو غي، زي الفطاحل، زي محمد صلاح، وربنا يوفقك وان شاء الله تبقى قدوه حسنه لفريق نادي الاهلي. واشوفك ان شاء الله متالق باذن الله، اشوفك متالق باذن الله في المونديال وكل حاجه في العالم كله، لعيب عالمي زيك زي محمد صلاح وزي الناس التانيه. انا بحبك يا محمد يا شريف. انا بحبك يا محمد يا شريف، رساله حلوه قوي. لكن كل جماهير النادي الاهلي، وعلى فكره يا جماعه احنا هنا زي ما بنقول اي ضيف بيتكلم براحته، الجمهور معانا بيتكلم براحته، التقارير يعني مصنوعه بشفافيه كبيره جدا عشان نوصل الرساله، رساله مهمه جدا توصل. واضح ان محمد شريف مع جمهور النادي الاهلي مسمع بشكل كويس، الكل عايزه ياخد فرصه اكتر، الكل بيقول له ربنا يكرمك اجتهد. لكن البنوته القمر الاخيره وقبلها حد كده من الكبار، والله العظيم انا جسمي اشعر، حسيت انه والدك يعني، زي الاستاذ شريف كده، الكلام اللي بيقوله من قلبه وبحماسه
شوف مدى الحب اللي وصلت ليه عند جماهير النادي الاهلي. وبعدين الناس مركزه قوي، انت هداف الفرقه رغم ان انت بتنزل في اوقات حتى الان مش اللاعب الاساسي، ولكن انت هداف الفرقه بخمس اهداف في الموسم ده. لا الحمد لله، يعني ده فضل ونعمه عند ربنا. حب الناس طبعا حاجه من عند ربنا. الكلام ده ايه بتسمعه ازاي وتشوفه ازاي؟ اكيد انا يعني انا متابع وبيعجبني بيعجبني لو حد بينتقدك بتشوف مثلا بينتقدك ليه، بتحاول انت لو في مثلا حاجه فيك. وانا عجبني في حد في التقرير عجبني كلامه ياكل غرور وانت فعلا لسه ما عملتش حاجه، ده فعلا كلامه عجبني وده صح اللي هو اتكلم فيه، ده فعلا حاجه يعني كويسه بصراحه. لكن في المجمل بقى كمان رسائل كتير عايزين يصنع اسم كبير يخلد اسمه زي بركات زي ابو تريكه زي النجوم الكبار. كان نفسك تلعب جنب مين في النادي الاهلي؟ اكيد جنب كابتن ابو تريكه وكابتن بركات يعني وكابتن حسام غالي، بس ما حقتوش يعني. انا جيت كان هو موجود بس ما كانش كانش بيشارك اللي هو ست شهور الاخر اللي هو جه فيهم دول، انا ما كانش بس اتمرنت معاه طبعا فده من الناس اللي انا بحبها. بتتكلم بقى اما بيبقى في نجم كبير وبتتكلم وتاخد تد معاه ونجم، يمكن انت كنت بتشوف حسام غالي بقى وانت ناشئ وبتتفرج وبتتعلم وبتشوف اما بتقابل النجوم الكبار دول حتى وهم زمالك في الملعب بتتكلم معاهم، انا كنت بشوفك، انا كنت كذا، فاكر لك كذا؟ هو انا لغايه دلوقتي ما فيش لقاء جمعني مع كابتن ابو تريكه يعني. الناس انا بحبها جدا بس ما، لكن كابتن بركات انا شفته في ماتش اعتزال كابتن حسام غالي فسلمت عليه يعني وكده، فده برده من الناس انا بحبها جدا يعني. قال لك حاجه؟ قلت له حاجه ولا لا؟ لا ما قاليش حاجه، وقال لي بالتوفيق يا حبيبي شد حيلك انت لعيب كويس وكده يعني. شهاده برده من بركات. لكن محمد ابو تريكه لو شفته تقول له ايه؟ اشوفه بس الاول. بيعجبك في ادائه؟ طبعا يعني اسطوره، لعيب كبير من احسن اللعيبه في افريقيا يعني ونجم المنتخب ومن احسن اللعيبه في تاريخ الاهلي. طبعا يعني حاجه كبيره وحاجه محترمه، بتمنى ابقى زيه او نصه حتى يعني. ربنا يكرمك، انت لعيب كبير جدا. وقبل ما اختم معاك بقى عشان احنا الحلقه بتجري بسرعه، المنافسه في الدوري شايفها ازاي؟ المنافسه السنه دي فعلا صعبه. نادي الزمالك السنه دي بيأدي بشكل كويس وفريق برضو بيراميدز ماشي كويس، فالمنافسه هتبقى معاهم قويه بس ان شاء الله احنا يعني في النهايه باذن الله نقدر ناخد الدوري يعني الطبيعي بتاعنا يعني ان شاء الله. الطبيعي بتاع النادي الاهلي الدوري. انت بتخش في كل البطولات لازم تاخدها، مش مباريات عايز مكسب، بطولات عايز لقب. ما في، انت ده الطبيعي بتاعك. انت موجود في الاهلي، انت مش بتلعب في اي نادي ثاني. انت لازم اي بطوله. محمد شريف جاي وعندك القناعات دي في الفترة دي في النادي الاهلي بسرعة كده يعني، حاسس بيك بجد والله العظيم، حاسس بيك بجد انك واحد من ولاد النادي الاهلي اللي متربي في النادي الاهلي. اكيد يعني انت لما تبقى موجود في المكان ده لازم يبقى عندك غيرة عن المكان، لان انت النادي كده مش هتيجي انت تنزله، لازم تبقى مع النادي يعني فاهم. لو النادي فوق لازم انت تبقى معاه فوق، ما ينفعش تنزل، لازم تبقى زي النادي. يعني النادي مثلا بيكسب وبطولاته لازم انت تيجي تزود مش تيجي تنقص. فده لازم انت تعمل كده، ولازم يبقى عندك الطموح والاصرار ان انت تعمل كده. وبدايه الحلقه بتقول لي انا مش مقيد افريقيا، مش هتكلم معاك في الحته دي، وبرضه حابب تتكلم فيها اتكلم، ولكن